بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، متابعينا الأعزاء من أرضية هذا الميدان، من ميدان الظفرة في مهرجان الظفرة 2023، حيث المنافسات، حيث القوة، حيث الإثارة، حيث المتعة والإبداع. الكل عقد الآمال وشد الرحال إلى هذا الميدان لليل الناموس والفوز والانتصار. ينطلق خامس أشواطنا والذي يحمل تحديات الجعدان من مقيض الدار، حيث الاستنفار، حيث القوة والابداع. مباشرة نسير الى المركز الاول، الى مصيح بشعار اسعيد بن مظفر بن محمد العامري. يتقدم راعي صوق، يتقدم بابداعاته بينما المركز الثاني وهذا السيل الجارف القادم بالابداعات. وصلت هنا، وصل الماهر لسيف بن عبد الله بن محمد الخصوني الكتبية. انتقل الى شاهين لسيف بن محمد بن عبيد النايل الشامسي. المركز الرابع هنا مغادر خالد بن محمد بن سهيل الخيالي. وخامس المراكز يصل في متوكل هنا حامد بن محمد بن حارب الدرعي، ياتي بانطلاقاته وقوة المنافسة. المركز الخامس ولا السادس القادم مهول عمران بن حمد بن محمد العامري. الكل تواصل، الكل يتقدم. هنا نايف لحميد بن عمر بن بخيت المنصوري، يتحرك بالامال، يتحرك وموفق. محمد بن بطحان بن قران المنصوري ياتي بشعار، شعار يعرف الرموز جيدا، شعار يتقدم ما بين الشعارات العملاقة هنا في هذا الابداع الجميل. ياهو شوط، ياهو مهرجان، ياهو ملتقى، ياهي معركة، ياهو ابداع. لكن وين العودة الى المركز الاول؟ العودة الى شاهين، الى شاهين سلالة تحب والملايين. هذا شاهين لسيف بن محمد بن عبيد النايل الشامسي. المركز الثاني شاهين لسالم بن عبيد بن بارك الكتبي. تقدم وتحرك، وصل وتواصل نايف لحميد بن عمر بن بخيت المنصوري. ومن اللي وصل، من اللي تحرك، وصل ايضا هناك الشبل لاحمد بن عبد الله بالطير العامري. وصلهم بالطير، يبغي يطير كما طار بأول أشواط الجعدان. ياتي في خامس أشواطنا كذلك الواصل مغادر لخالد بن محمد بن السهيل الخيالي. ياهو معركة، ياهو ابداع، ياهو صراع، ياهو نزال، ياهو نزاع. الستمائة متر الأخيرة بالطير، بالطير. هذا الخطير، هذا المثير، هذا المبدع، هذا اللي قادم من الهير، هذا اللي قادم من الهير. لكن بن بطحان مع موفق محمد بن بطحان بن قران المنصوري. وصل على المركز الثالث شاهين سالم بن عبيد بن مبارك الكتبي. رابع النايف لحميد بن عمر بن الخيط الشامسي. اللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة، اللحظات المرعبة، اللحظات المرهبة. بن عمر، بن عمر، خطر خطر خطر. بن عمر يتسلل باللحظات الأخيرة، يطير مع نايف، نايف 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 نايف، يطير بهذا الفوز لحميد بن عمر بن بخيت المنصوري. هناك سلام لأهل السلع، سلام على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني موفق بشعار محمد بن بطحان قران المنصوري. المركز الثالث كان هناك مع المركز الثالث
هنا الشبل احمد بن عبد الله بطير العامري المركز الرابع، السرابي للدكتور سلطان بن سعيد بن غانم بن ايوب المنصوري المركز الخامس، شاهين لسالم بن عبيد بن مبارك الكتبي. اذا متابعينا الكرام الابداع الجميل هنا مع هذا الفوز، نايف هو من فاز، سلامي لاهل السلع سلام على ابداعاتهم على تألقهم على تميزهم على انتزاعهم لهذه النقطة الذهبية هنا في ميدان الظفرة وفي مهرجان الظفرة. تهانينا لمالك نايف حميد بن عمر بن بخيت المنصوري على هذا الفوز والانتصار، وهذه هي الإعادة، وفي الإعادة نجد التوقيت الزمني المرافق لهذا الأداء الجميل. هنا ايضا نتابع هذا الاداء الجميل، هذا هو التوقيت واضح امام حضراتكم. هنا كما تشاهدون توقيت المركز الاول هنا في هذا الاداء الجميل، 4:31 و7 اجزاء من الثانية هو توقيت نايف الحميد بن عمر بن بخيت المنصوري. تهانينا والناموس. المركز الثاني موفق، توقيت الزمني 4:32، 3 اجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن فرحان بن قران المنصوري. وصل ثالثا الشبل احمد بن عبد الله بطير العامري، والتوقيت الزمني المرافق للشبل لحظات وصوله على المركز الثالث 4:32، 6 اجزاء من الثانية. بينما المركز الرابع السرابي للدكتور سلطان بن سعيد بن غانم بن ريو المنصوري، وتوقيت الزمني 4:32 و8 اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. اما المركز الخامس فكان شاهين لسالم بن عبيد بن مبارك الكتبي، والتوقيت الزمني للمركز الخامس 4:33، جزئين من الثانية هو التوقيت الزمني المرافق للمركز الخامس. تهانينا والناموس على هذا الفوز لجميع الفائزين.